شعور لا يوصف يعاش فقط، فأنا أحسس بفرحة غامرة لأنني أولا رأيت عن قرب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، فكيف لي ولا أكون فخورة وأنا مثلت بلدي خير تمثيل والحمد لله. بداية أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على اتصاله بي واهتمامه بي، فشكرا لك يا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله على اتصالك بي، فشكرا. أنا تقريبا قرأت ما يقارب 200 كتاب ولكنني شاركت ب60 منها. هي سيرة عنتر بن شداد لسببين، أعجبني هذا الكتاب لسببين، وهما أول سبب هو شعره وجماليات شعره، فشعر عنتر بن شداد كان يتصف بالجمالية والدقة والوصف، فكيف لي ولا أنجذب لشعره وهو القائل لقد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم، كلما نقبوا لله در بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب، لئن يعيب سوادي فهو لي نسب يوم النزال إذا ما فاتني النسب. والسبب الثاني هو قوة بأسه في الحروب، فعنتر بن شداد كان قويا يحارب من أجل سمعته ومن أجل قبيلته ومن أجل حبيبته ابنة عمه عبلة. إذا كانت النحلة لا تستطيع أن تصنع العسل من زهرة واحدة فأنا أيضا كذلك، فأنا لا أستطيع أن أكون متميزة وموسوعية ومثقفة في تميزي في مجال واحد، ولذلك كنت أشتري الكتب في شتى المجالات حتى أكون مثقفة وموسوعية.